العام أضاف الانخفاض الكبير في مستوى مياه الأمطار أزمة جديدة وأدى إلى طرح هذه المشكلة ووسائل معالجتها على الصعيد الرسمي. نتابع هذا التقرير لساندرا سعد. معدل الأمطار السنوي في لبنان 700 ملم، إلا أنه لم يزد هذه السنة عن 290 ملم فقط، وذلك بسبب موسم شتاء قليل الأمطار. مجدداً نفذت مياه خزانات البيوت، والمشكلة تتكرر وتتفاقم هذه المرة. وها هو أحمد يعمل على نقل المياه كل يوم من محطات التعبئة الخاصة إلى منازل الناس لتتوفر لهم حاجاتهم اليومية. احمد بسرعة بليز، بدي ماي مقطوع، ما عندي ماي، الاولاد في اولاد صغار، في شيء خبرية عنده عزا، عنده شغلة، المهم بده ماي، المهم امن له ماي، قد ما بدك خوب مصاري، المهم بدي ماي. مبدئيا كل يومين ثلاثة نفس الاشخاص، يعني كل مثلا اليوم عبيت لهذا الشخص، كل يومين بده ماي، إذا بيكون عنده 4000 لتر بده كل يومين ماي. الواحد بيعيش بلا كهرباء، بس بلا مي ما في عيش. مي ما مشوفة. طب شو بتعملي بس تنقطي؟ مشتري. كون عم بغسل بتنقطع المي، ما في مي بقى، بنضطر ليجي يعبي لنا مي. شو بنعمل؟ عم نشتري. مرة ومرتين أوقات بيجي الخزان. فيما لا تتأمن الموارد المائية للناس، تستفيد هذه المحطات من الينابيع الموجودة في أرضها لضخ المياه وبيعها، والنتيجة كلفة إضافية وباهظة تقع على عاتق الناس. كنا من قبل نشتري النقل ب 5000، هلأ صرنا عم ندفع حقها 15000 و 20000. نسينيها مية الدولة، عم ندفع بالشهر حوالي بدنا 6 نقلات بالشهر ضربين ب 5 و 2، يعني شيء 600000 ليرة. قلت ب 10 دولار، قلت ب 10000، حسب اللي قلت 50000، حسب ما هو عبينا، يعني عرفتي كيف؟ ما يخطر على باله هو اللي بدها مي نظيف ما هو نظيف، معوكره ما بنعرف بالعيله، شو بدنا نعمل؟ صار تشتي سنة الجاي. ايه بدك مي؟ يلا شي ساعتين بكون عندك، ساعتين، لانه ما في مي على المواعير، ما في مي خيي، ما في مي. لم تعد الناس تنتظر المياه لتصل الى منازلها يوميا كما يجب، بل موعدهم يتجدد مع بائع المياه مرتين في الأسبوع على الأقل، على أمل أن يمضي فصل الصيف ويأتي الفرج في الشتاء. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. مشاهدين